السلام عليكم. حنا كاملين كنعرفوا بانه كاين اللي كيكون ناعس وكينوض وكيتمشى في الدار، وكاين اللي كتقدر توصل به الدرجه لدرجه انه كيمشي وكيحل الثلاجه وكيبدا كيجبد منها وكياكل، وكاين اللي شويه كيكون خطير على المجتمع وكيبدا كيضرب بعض المرات بحال كيتهيئ لي انه راه في شي حرب وهو ناعس. ولكن اللي ما فهمتش هو كيفاش في كندا وبالضبط في 1987 كينيت باركس كان ناعس وركب في طوموبيلته ومشى اكثر من 20 كيلومتر للمنزل ديال الاب الزوجه ديالو والام ديال الزوجه ديالو، وحل داك الباب بالساروت اللي كانوا عاطينو، وقتل الاب بواحد الحديده، وقتل الام ديال الزوجه ديالو بسته ديال الطعنات، منهم وحده في القلب اللي خلاتها تموت في البلاصه. هادشي كامل وهو ناعس. فمرحبا بكم في اغرب قضيه دازت في تاريخ محاكم العالم. باركس ملي فاق من الناس لقى راسو كامل عامر بالدم، مشى عند الشرطه قدم راسو وقال لهم يحتمل انني قتلت شي واحد. فمن بعد واحد الخمسة ديال السنوات ديال التحقيق وديال التدقيق وديال الفحص اللي خضع عليهم باركس، فلقاو فعلا عنده واحد النشاط دماغي ماشي طبيعي، وبالاخص في داك الوقت اللي كيكون في حالة النوم العميق اللي كيتسبب ليه في داك السير ديالو وهو ناعس. زائد انه ملي كانت عنده 11 سنة الام ديالو نقدته في اخر لحظة، كان غير ميراسو من الطابق الثالث وهو ناعس، وهذا كان دليل قوي باش غيلعب لصالحه كون انه عنده مشكل غير طبيعي في مرحلة النوم العميق. زائد ان الابحاث بينت على ان العائله ديالو عنده واحد التاريخ كبير من الباراسونيا اللي هي واحد الامراض كتعلق بالاضطرابات ديال النوم. عاد زيد على هذا الشيء صراحه ما لقاو حتى شي مصلحه في القتل ديالو للاهل ديال الزوجه ديالو، بحكم ان العلاقه ديالو معهم كانت مزيانه بزاف. وهذا الشيء كامل غيدفع المحكمه العليا ديال كندا في 1992 باش تحكم بالبراءه ديال السيد، حيث الوقت اللي دار الجريمه كان ناعس. وتخيل معايا واحد كان ناعس وركب في طوموبيل ومشى اكثر من 20 كيلومتر وما دار حتى حادثه تسير، وحل باب بالساروت وقتل جوج ديال الناس وهو ناعس، وفي الاخر خدا البراءه ديالو. موريس اللي هو بروفيسور في الطب النفسي والعلوم السلوكيه في مركز ستانفورد ديال طب النوم، قال على انه المشي اثناء النوم كيكون عند الاطفال من 6 حتى 12 سنه بواحد النسبه ضئيله كتراوح بين 2 حتى 3% من دوك الاطفال، وقال على انه نادرا ما كيوقع للبالغين، وقال انه داك المشي اثناء النوم كيكون في ديك المرحلة ديال النوم العميق اللي المفروض في هذه المرحلة خاص يكون واحد الهدوء وانعدام ديال الأحلام، أن الإنسان ما كيكونش كيحلم في هذيك المرحلة، زائد أنه كيكون واحد الشلل الأعضاء ديالك باش ما تنوضش من النعاس ودير شي مصيبة كيف ما دار خونا. ولكن الناس اللي كيكونوا كيتمشاو بالليل وهما ناعسين بحال باركس كيكون عندهم ما يسمى بالريم ديسوردر، اللي كتخلي الجسم ديال الإنسان يتحرك ويترجم هذوك الأوامر اللي كيعطي المخ، وهنا كنبداو كنديرو في دوك المصائب ديال. فمثلا الاغلبيه اللي عندهم هذا الاضطراب كيتعرضوا للانتحار، كيطلعوا مثلا للسطح وكينقزوا على اساس انهم غادي يطيروا. وعلى حساب واحد الدراسه دارتها واحد الجامعه في كندا قالت لك بانه 80% من دوك الناس اللي كيكون عندهم هذا الاضطراب تيكون للاسف بواحد الشكل وراثي، وكيلقاو باللي افراد من العائله كيكون عندهم هذاك الاضطراب، اللي في الصراحه الحدود الساعه العلم مازال ما لقى ليه حتى شي علاج. فالله يسرنا ويسركم من هذا الشيء، وما تنساوش تخليونا الاراء ديالكم في التعاليق لتحت، وما تنسوش واحد جيم نجدات ابونا ومرحبا بكم، ونشوفكم في فيديو جاي. اتهلاو.